أهلا بكم. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الأحد زيارة إلى مصر تستغرق 3 أيام، ويأمل من خلالها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه ليس مستبعدا أن تستكمل مصر أسطول مقاتلات رافال في الأشهر المقبلة، لكن لن يكون هناك توقيع عقود بهذا الشأن خلال الزيارة. وسيبحث الرئيسان شؤون مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا. ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من باريس مراسل التلفزيون العربي محمد الحاجي. محمد، يعني ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن أهداف هذه الزيارة ومكونات الوفد أيضا الذي سيصحبه الرئيس ماكرون؟ نعم، بالفعل سرمت قبيل وصول الرئيس الفرنسي إلى القاهرة وصل برونو لومير وهو وزير الاقتصاد والمال الفرنسي للتحضير لعدد من العقود التي سوف تبرم بين الجانبين الفرنسي والمصري. كما تعلم يعني حاولت كل أو عدد كبير من الجمعيات الحقوقية إبلاغ الرئيس الفرنسي بضرورة وضع ملف حقوق الإنسان في طليعة محادثاته مع الرئيس السيسي دون أمل، حتى أن يعني أنهم اتهموا بلدهم بأنه يبيع أداة قتل للشعب المصري تحت عنوان أو تحت علامة تجارية صنعة في فرنسا. إذا كان وزير الاقتصاد والمال في طليعة الوفد فهذا دليل على أن هذه الزيارة الأولى لماكرون لن تكون زيارة تعارف، لأنها كانت قد سبق زيارة في العاصمة الفرنسية، ستكون زيارة توقيع عقود أسلحة، خاصة وأن فرنسا ستستلم من مصر ستستلم من فرنسا 12 رفال كانت قد وقعت سابقا سوف يتم استلامها، وايضا سفينتين حربيتين فرنسيتين ستباع للنظام المصري. كما تعلم مصر تستورد من فرنسا بقيمه 7 مليار يورو سنويا بما يتعلق بشراء اسلحه، وهي الزبون الاول لفرنسا. الرئيس الفرنسي صراحه والحكومه الفرنسيه ضربت عرض الحائط العديد من المناشدات بضرورة محاولة عدم بيع النظام المصري أسلحة. فقط أريد أن أنوه سرمد إلى أن هناك خبر صدر البارحة بأن عائلة فرنسية أرسلت للرئيس الفرنسي رسالة تطلب فيها معرفة حيثية أسباب قتل ابنهم الذي عاش في مصر 20 عام وكان مدرس للغة الفرنسية، قتل في السجن من قبل رفاقه زملائه في السجن، كان قد أوقف بطريقة لأنه لا يحمل أوراق ثبوتية، بعد أسبوع قتل هناك. العائلة تريد معرفة لماذا بقي أسبوع في السجن، لماذا لم يحقق معه ولم يعرض على محام، كيف يمكن أن يقتل الشخص دون أن تطالب الحكومة الفرنسية بذلك. إذن الملف الحقوقي في الصحف الفرنسية ولدى الفرنسيين هنا هو في طليعة الأمور، بينما الحكومة الفرنسية والسؤال عن الصحف الفرنسية حقيقة محمد هذه البقرة الحلوب المسمى النظام السيسي الذي نعم مع كل هذه الدلالات منذ قليل كنت في يدي الآن أوراق مع كل هذه الدلالات التي تشير لها في هذه الزيارة وما تحمله من معنى، بالتالي كيف تعاملت الصحف الفرنسية في هذا الملف تحديدا في هذه الزيارة؟ الصحف الفرنسية منذ قليل يعني قرأت مقال نشر في صحيفة لوموند يقول بأن تحت عنوان زيارة يعني حساسة للرئيس الفرنسي إلى مصر، لأن الزيارة تواجه مقابل ملفات عسكرية وتجارية تريد فرنسا أن تبيعها للزبون الأول الذي يشتري سلاحه وهو النظام المصري، يقابله دعوات حقوقية من قبل الكثير من الفرنسيين وحقوق ومنظمات حقوق الإنسان منها هيومن رايتس ووتش وحقوق وعدد كبير من هذه الجمعيات. كنت أنا شخصيا قد غطيت عدد من لقاءاتها في باريس تدعو إلى إيقاف بيع الأسلحة لنظام يقتل شعبه كما تقول هذه الجمعيات، لنظام يعاقب النقابيين يمنعهم ممارسة عملهم. آخرها كان معاقبة العديد من النقابيين الذين يعملون في شركة نافال الفرنسية التي تم مملوكة بأغلبها للدولة الفرنسية والتي منعت عدد من المصريين من عملهم لأنهم تظاهروا لرفع يعني رواتبهم. في الحقيقة هناك إشكالية نقف الآن بين يعني صنوين هما حقوق الإنسان
والعقود التجارية، وهنا يبدو نوع من النفاق الفرنسي في التعامل مع أنظمة كنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. نعم، واقع حال ربما هذه الدول بدأت تقدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية ربما على هذه الملفات والمبادئ الحقوقية. شكرا جزيلا لك محمد الحاجي مراسل التلفزيون العربي في باريس، ونرحب بمن ينضم معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من باريس الناشط السياسي سيد طاهر مختار. سيد طاهر، بعد سنوات من أنشطة المعارضين خارج مصر نرى كل يوم يعني يثبت أن العالم يعترف بشرعية السيسي ويعزز التعامل معه، بالتالي كيف ترى هذا الوضع؟ هل هو فشل بالنسبة للمعارضة؟ أهلا بيك أستاذ صرمت. في أهلا. الحقيقة يعني أنا عايز نفرق ما بين آراء الأنظمة السياسية اللي هي في مصالح بتجمعها مع النظام المصري في اللحظة الحالية، زي ما كان الكلام عن فرنسا والتسليح وبيع الأسلحة لمصر والصفقات الاقتصادية، ولكن على الجانب المقابل ده بيقابل بمعارضة شديدة داخل المجتمع المدني الفرنسي، في حالة سخط شديدة جدا ضد اللي بيحصل من الحكومة الفرنسية بين منظمات المجتمع المدني وبين النشطاء، لدرجة ان استباقا لهذه الزيارة التي لم تكن معلنة بشكل رسمي سوى منذ أيام قليلة، ولكن كانت هناك تسريبات بشأنها منذ شهور، استباقا لها تم بدء حملة بدأتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا تحت شعار مصر قمع صنع في فرنسا. هذه الحملة تجوب مدن مختلفة داخل فرنسا للحديث مع المجتمع الفرنسي حول جرائم النظام المصري ودعم الحكومة الفرنسية له، ليس فقط بالأسلحة ولكن أيضا بأدوات التتبع. كما هو معروف النظام المصري ونظام قمعي يقوم باضطهاد النشطاء الحقوقيين والنشطاء السياسيين، يتم عرض هذه الحقائق بالأرقام وبالأسماء للمجتمع الفرنسي، وفي نفس الوقت يتم عمل مناشدات للحكومة وللبرلمانيين المنتخبين من الشعب للتدخل عند الحكومة التي تعقد هذه الصفقات. حالة السخط الآن كبيرة لدرجة أن بالأمس كان هناك عرض في باريس ومؤتمر منظم حول هذا الموضوع وللاعتراض على هذه الزيارة. يوم الخميس الماضي تم هناك مؤتمر جماعي من عدة منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، منها يوروميد، منها نعم. الفيدرالية الدولية أيضا، وهيومان رايتس ووتش، وعدد آخر من المنظمات الدولية التي أدانت هذه الزيارة، وتقول أن استمرار هذا الدعم للنظام المصري هو دعم لديكتاتور يقوم بقمع شعبه وهو مرفوض. في الحقيقة لا نستطيع أن نصف المعارضة المصرية بالفشل في الخارج، لأنها في الحقيقة هي معارضة حديثة في الخارج، ليست قديمة، ليست لها جذور تاريخية، ولكن في نفس الوقت يعني استطاعت خلال السنوات الأخيرة التغلغل والوجود والتواجد داخل المجتمع المدني بمساعدة نشطاء آخرين يحاولون دائما الضغط على الحكومات المتحالفة مع هذا النظام القمعي في مصر. ولكن في المقابل هناك من يقول أن الرئيس السيسي أيضا يقدم مصالح الغرب، أيضا يكافح الإرهاب، يحارب الهجرة غير الشرعية، ويقدم لهم ربما نقاط تعتبر بالنسبة لهم استراتيجية وفي قلب المصلحة الفرنسية ومصلحة الغرب بشكل عام. بالتالي هل لدى المعارضة في مواجهة ذلك هل يمكن لهم أن يثبتوا إمكانيتهم في تقديم بديل حقيقي ويمكن للعالم من خلاله ضمان مصالحه والتفكير مرة أخرى في المعارضة؟ في الحقيقة قبل أن أتكلم عن المعارضة المصرية سوف أتكلم عن المعارضة الفرنسية ذاتها والمعارضة الغربية التي تصف أنظمتها بأنها أنظمة قصيرة النظر. عندما تدعم النظام المصري على سبيل المثال تحت شعار الحرب على الإرهاب، فهم يعرفون جيدا ويدركون أن هذه الحرب هي حرب قصيرة النظر، هي حرب تؤدي إلى المعكوس مما هو مراد منها، وأن دعم هذا النظام حتى بالشكل البراجماتي الذي يتم داخل سجونه دعشنة العديد من الأفراد، والتي يتم تغيير الأفكار إلى أفكار متطرفة داخل سجونها، هناك تشكيك كبير حول هذه الحرب نفسها. هل النظام المصري هو نظام قادر بشكل حقيقي على الحرب ضد الإرهاب، أم هو
نظام من خلال قتله للسياسة ووأده لكل الأمل هو نظام يصنع الإرهاب. كل هذا الكلام يقال الآن في باريس، الصحافة تقول، النشطاء يقولون، والعديد من المقالات خرجت خلال الفترة القليلة ولكن الماضية، المعارضة هل والأبحاث تستثمر هذا المبنية على الشيء؟ شهادات من مسجونين سابقين. يعني هذه المؤشرات التي نعم المعارضة نعم، يعني هل ترى تستثمرها المعارضة في رؤية للخيارات المتاحة في المستقبل؟ دائما دائما يعني الهدف من العمل هو وضع خريطة للمستقبل، كيفية الخروج من هذه اللحظة الصعبة شديدة السواد داخل مصر التي لا ترضي أي مصري شريف أو أي مصري يريد أن يرى مصر بشكل أفضل. نحن الآن في ذكرى ثورة يناير، هذه الأيام التي كانت مليئة بالأمن منذ 8 سنوات مضت، الآن اللحظة صعبة شديدة الصعوبة. نحاول كمعارضة في الخارج، طبعا يعني لما بتكلم عن المعارضة في الخارج لا نعزل أنفسنا أبدا عن المعارضة الموجودة في الداخل التي يعاني أفرادها كثيرا تحت وطأة هذا النظام، ولكن نحن يعني نحاول في الخارج أن نقوم بالدور الذي يجب أن نقوم به لدعم المعارضة في الداخل. زي ما قلت لحضرتك من دقائق، نحن معارضة في الخارج، نحن معارضة حديثة، نحن نحاول قدر المستطاع وقدر إمكاننا استثمار كل هذه الحقائق المعروفة من أجل الخروج من هذا المأزق. أنا في رأيي وفي تصوري هذا النظام المصري بشكله الحالي لا يمكن أن يستمر طويلا كما هو موجود. نعم هذه لحظة شديدة السواد، ولكن ما حدث في ثورة يناير هو عبارة عن ميلاد لحلم بدأ منذ وقتها وما زال الحلم مستمر. نعم نحن الآن بعيدون عن الوطن، نعم نحن الآن نعاني كما يعاني الكثيرون داخل الوطن. لا أود في هذه اللحظة مقارنة المعاناة بين الخارج وبين الداخل، ولكن هذا الوضع هو وضع استثنائي وهو وضع أيضا مرفوض وهو وضع اضطراري اضطررنا له بعد الانقلاب الذي حدث في مصر في صيف 2013. ما نحاول أن نقوم بفعله الآن هو محاولة استكمال الحلم الذي بدأ في 2011 ونحن الآن في ذكرى الثورة. وحتى يعني في كما ذكرت لك منذ قليل بالأمس كان هناك مؤتمر تم تنظيمه في باريس بخصوص الزيارة، ولكن أيضا كان الكلام داخل المؤتمر عن حلم ثورة يناير نفسها. نعم. أن يعني هناك فهم ووضوح شديد حول الثورة والحلم وما كانت تمثله وما يمثله النظام نعم. المصري من كابوس ضد كل القيم، لدرجة أن أحد الشعارات اللي كانت مرفوعة بالأمس من الفرنسيين أنفسهم يجب أن نبيع للنظام المصري القيم وليس السلاح. نعم. ويصفون بيع السلاح بالعار وبيع أدوات التصنت والتتبع بالعار. شكرا جزيلا لك في النهاية دكتور طاهر مختار الناشط السياسي، كنت معنا من باريس.